السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس رجب نصر. إن شاء الله النهاردة هنشرح لكم درس جديد إن شاء الله، اللي هو بخصوص عكس الحركة لموتور 3 فاز باستخدام 2 بوش بوتون لتغيير الاتجاهات وواحد بوش بوتون للتوقف. يعني بيبقى عندنا 2 بوش بوتون، واحد فيهم بيغير الموتور بيخليه يتجه ناحية اليمين، واحد بيخليه يتجه ناحية الشمال، وعندنا واحد بوش بوتون عشان ندوس عليه يوقف الموتور خالص. قبل ما نشتغل ان شاء الله ما تنسوش طبعا اللي مش مشترك يعمل اشتراك في القناة ولايك لو عجبك الفيديو، اي تعليق ممكن تحطه عندك في الكومنتات اللي موجودة عندك لو عندك اي استفسار، وياريت طبعا اللي مشترك يفعل زرار الجرس عشان يوصل له الفيديوهات. في ناس بتشتكي بتقول ان الفيديوهات مش بتوصلها، لا فعل زرار الجرس عندك وهتلاقي طبعا المشكلة اتحلت، واي فيديو جديد بينزل هيوصل لك باذن الله. ان شاء الله النهاردة ده موتور عندنا 3 فاز زي ما انتم شايفين كده، موتور ثلاثي الاوجه. احنا مطلوب مننا ان احنا نغير اتجاه المروحه ديت او اتجاه دوران بتاع الاكس ده بتاع الموتور من اليمين للشمال والعكس. طب احنا هنعمل ازاي؟ احنا عندنا بقى عندنا 3 زراير، 3 بوش بوتون، يعني واحد بوش بوتون اللي هو الاخضر ده مسؤول عن تحريك المروحه دي او الموتور ده في اتجاه اليمين، واحد مسؤول عن التوقف، واحد مسؤول عن تحريكه عكس الاتجاه. طيب الوظيفه اللي احنا هنعملها المره دي اللي ازاي؟ اللي احنا هندوس على زرار البول بوش بوتون بتاع اليمين، فيبدا لو اول ما ندوس المروحه او الموتور بيبدا يدور في اتجاه ده، في اتجاه عقارب الساعه. بعد كده ما ينفعش نخش ندوس على اليسار الا لما نعمل توقف. إيه يعني الدايره بتاعتنا النهارده هتشرح الموضوع دوت. في دايره على طول بتستخدم فيها زرارين يمين وشمال على طول من غير التوقف. فبعد كده نروح ندوس على توقف، بعد كده بنبدا ندوس على اليسار، تبدا المكنه تلف عكس الاتجاه بتاعنا. دي وظيفه الدايره بتاعتنا النهارده. في تعديلات كتيره تختلف في الدايره في دوائر تانيه، يعني ممكن تغير وظيفتها في دوائر الكنترول زي ما انت عايز، بس احنا هنشرح النوع دوت النهارده ان شاء الله باذن الله. المكونات اللي احنا محتاجينها طبعا محتاجين قاطع ثلاثي عشان حمايه الدايره او بدايه الدايره بتاعتنا، حمايه النظام اللي هو الباور بتاع 3 فيز بتاعنا اللي هو الكابلات اللي داخله للموتور ده. محتاجين قاطع احادي للكنترول، قاطع بيكون قيمته صغيره او فيوز 10 امبير 6 امبير. بعد كده محتاجين 2 كونتاكتور، واحد مسؤول عن اليمين يعني دوران اليمين، واحد مسؤول عن الدوران الشمال. وفي هيكون عندنا في نقطه مفتوحه زياده اهي ان او اللي هي رقم 13 و14، ودول اطراف الباور L1 L2 L3 وتي 1 وتي 2 وتي 3، وده الكويل A1 و A2. ومضاف عليه عندنا هنحتاج نقطه مقفوله هتضاف عليه كده بالجنب، يعني بنشتروها كده زياده بتحط هنا، او في بعض النقط بتحط قدام في المنطقه دي. فاحنا هنجيب 2 كونتاكتور من النوع ده. بعد كده هنحتاج اوفرلود مناسب برضو للامبير بتاعنا. ان شاء الله ده فكره. اولا فكره عكس الحركه ايه مبدئيا؟ حاجه بسيطه كده، حاجه سريعه. فكره عكس الحركه لو احنا عندنا موتور زي كده، هو دي الروزيتا بتاعته اللي هي دي المنطقه ديت التيرمينال بلوك، وده اطرافه. ده التوصيله ديت زي ما انتم عارفين كده بتبقى توصيله من نوع ستار، بيبقى عندنا اطراف خارجه محتاجين ان احنا بنوصل 3 اطراف ار واس وتي او 3 فاز، بنوصلهم على L1 L2 L3 وداخلين على U1 وV1 وW1. تمام، احنا بنعمل ايه؟ الفكره بتاعتنا بيبقى 3 اطراف داخلين كده اهوت زي ما انتم شايفين، ده بيخلي الموتور يلف في اتجاه معين وليكن اتجاه عقارب الساعه. التوصيله دي لما احنا محتاجين عايزين نخلي الموتور يلف عكس الاتجاه بتاعنا بنعمل ايه؟ كل اللي علينا احنا بنسيب طرف زي ما هو موجود ثابت ما فيهوش اي حاجه، الطرف ده ثابت، ونبدا نبدل اتجاه. يعني الاصفر بدل ما كان رايح هنا هيروح عكس اتجاه اهو، بيروح كده. لو احنا عملنا الوظيفه دي يبقى احنا هيتسبب الموضوع دوت ان الدوران هيتعكس الناحيه الثانيه، هيتعكس الناحيه الثانيه. بنعمل الكلام ده احنا بالكونتاكتورات، احنا ده الكلام ده يدوي. لو انت عايز تنفذ الكلام ده بالكونتاكتورات او بدايره الكنترول اللي احنا هنعملها دي، فهتنفذها ان شاء الله بالطريقه اللي انت هتشوفها دي. التوصيلات بتاعتنا زي ما انتم عارفين بيبقى عندنا النظام بتاعنا 3 فاز ونيوترال، 3 فاز ونيوترال. معلش يا جماعه هو الخط ازرق هنا المفروض يطلع اسود. 3 فاز ونيوترال ار واس وتي. بعد كده بنعمل ايه؟ بيبقى عندنا قاطع ثلاثي، وعندنا الموتور بتاعنا اهوت، والمروحه او المروحه دي دليل على اتجاه الدوران بتاعنا، ادي الموتور اللي احنا عايزين نشتغل عليه. تمام، بنجيب الكونتاكتور بنسميه كي 1 وده المسؤول عن الدوران من ناحيه مثلا اليمين، والاوفرلود ده اوفرلود واحد فقط. تمام، وبنوصل كالتالي، بيخرج من ار واس وتي الثلاثه فاز زي ما انتم شايفين كده، وبنلحمهم داخلين على الاطراف دي، بيخرج منها للكونتاكتور على ال1
L2 L3 عشان في ناس طلبت التفصيلات دي، L1 L2 L3. بعد كده بيخرج من T1 T2 T3 بيروح للاوفرلود زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بيخرج من T1 وT2 وT3 من الاوفرلود لمين؟ للموتور على طول بتاعنا، الموتور بتاعنا الثلاثه فاز. دي التوصيله دي اسمها توصيله الباور، ما فيش اي اختراع فيها. الاضافه الجديده عليها اللي احنا هنعملها، اللي احنا هنجيب كونتاكتور تاني عشان اتجاه الحركه في الاتجاه التاني. ازاي؟ هنبدا هنسمي الكونتاكتور ده K2 ونبدا نطلع منه ثلاثه فاز برضو بنفس الترتيب كده بتاعنا اهوت، بيدخل على L1 L2 L3 تمام. الاختلاف هنا بقى بيطلع من T1 وT2 وT3، بناخد فازه زي ما هي اللي هي مش هتتغير زي ما احنا شفناها في الصفحه اللي فاتت. الزرقاء هتخش وهتطلع في مكانها ما فيش اي مشكله. بعد كده الفاستين بقى هم دول اللي عليهم الشغل، الاصفر والاحمر. الاصفر بدل ما كانت خارجه من الاصفر هتروح على الاحمر تمام، والاحمر بدل ما كانت خارجه على الاحمر هتطلع على الاصفر تمام. والمطلوب ان الكونتاكتور من الكونتاكتورين دول يشتغلوا، مش الكونتاكتورين مع بعض، كونتاكتور واحد يشتغل، يا الكونتاكتور ده يا الكونتاكتور ده. لو الكونتاكتور ده اشتغل هيعدي الكهرباء كده على طول دايركت اهو بنفس الطريقه، والكونتاكتور ده مش هيكون شغال خالص نهائي. هنعمل له حمايات دلوقتي، هنخليه ما يشتغلش خالص، حمايه ميكانيكيه وحمايه كهربائيه. يبقى الكهرباء هتعدي كده، فبالتالي هيخلي الموتور يلف في اتجاه معين. طيب لو احنا قلبنا خلينا الكونتاكتور ده هو اللي شغال، هتبص تلاقي ان الازرق ما فيش اي اختلاف فيه، وهتلاقي الاصفر هو اللي اتغير اتبدل مكان الاحمر، وهنا طبعا ما فيش توصيل تمام. فبالتالي الكهرباء مقلوبه، فبتخلي الموتور يتقلب عكس الاتجاه بتاعه، عكس اتجاه الدوران بتاعه. ازاي ننفذ الكلام ده فعليا؟ هنشوف في دايره الكنترول. هنحتاج من الكونتاكتور الاولاني دوت الكي 1 ده، هنحتاج الكويل بتاعه اللي هو اطرافه A1 A2، هنغذيه على 220 فولت. هنشتري الكونتاكتور ده 220 فولت عشان الدايره بتاعتنا 220 فولت تمام. هنحتاج نقطه مفتوحه NO، نقطه مفتوحه، نقطه مفتوحه اسمها NO رقمها 13 و14 من الكونتاكتور ده، وهنركب عليها نقطه مغلقه هنشتريها زياده. النقطه ديت NC اهي زي ما انتم شايفين، نقطه مقفوله اطرافها اهي ونقطه متوصله. النقطة المفتوحة يعني معنى حاجة اختصار سريع كده، النقطة المفتوحة هو الكونتاكتور ده طول ما هو مش عليه كهرباء على الكويل بتاعه، النقطة المفتوحة ديت 13 14 بتفضل مفتوحة، يعني مفيش توصيل بين هنا وبين هنا. أما النقطة المقفولة برضو طول ما الكونتاكتور مش عليه كهرباء هتفضل مقفولة، يعني تقيس كده من هنا وهنا هتلاقي الحتة دي متوصلة. أول ما الكونتاكتور ده بيبقى عليه كهرباء على الكويل بتاعه ال 220 ده، كل الأوضاع بتتغير بتاعة النقط اللي جوه، النقط المفتوحة بتبقى مقفولة والمقفولة بتبقى مفتوحة. يعني الـ NO ديت لما الكهرباء تيجي على A1 وA2 الـ NO دي بتبقى موصلة، بدل ما هي حاليا دلوقتي مش موصلة، هتبص تلاقي أهي طرف وده مفيش توصيل أهو. لما يجي عليه كهرباء ده بيوصل، والعكس اللي هو مقفول هيفتح تمام؟ ده لما يجي عليه كهرباء. طبعا زي ما انتم شايفين دي الأطراف الباور بتاعتنا اللي هي L1 L2 L3 حاليا مش متوصلين، وبرضه لما يجي عليها كهرباء أطراف الباور دي كلها بتلقط L1 مع T1 وبتلقط L2 مع T2 وبتلقط L3 مع T3 تمام. نفس الكلام هنا في الكونتاكتور الثاني، برضو محتاجين نفس الكلام بالظبط، محتاجين الكويل A1 و A2 ومحتاجين نقطة مفتوحة ومحتاجين نقطة مقفولة تمام، ومحتاجين أطراف الباور L1 L2 L3 مع T1 T2 T3. محتاجين هنا قاطع أحادي عشان حماية دايرة الكنترول، لأن احنا دلوقتي خلاص احنا خلصنا كده، قفلنا دايرة الباور. دي دايره الباور اللي هو بيعدي الكهرباء اللي رايحه للموتور نفسه، يعني جميع الكهرباء اللي معديه في الاطراف اللي انتم شايفينها دي كده اهي، دي اللي هتروح للموتور في الموتور نفسه، ودي اسمها دايره الباور. اما دايره الكنترول هو الجزء الثاني، هو الجزء اللي بيتحكم في الكونتاكتور ده، بيقول له الكونتاكتور ده اشتغل ولا الكونتاكتور ده اشتغل، ولا يعني هو المخ المدبر للموضوع دوت او العقل المدبر للموضوع ده. اول حاجه في سكتنا بيبقى عندنا القاطع الاحادي، وبيبقى عندنا هنا في الاوفرلود ده عندنا نقطه مقفوله بنحتاجها عشان خاطر لما لو حصل اوفرلود النقطه المقفوله دي عليها عمل مهم جدا. وبعد كده بنحتاج طبعا البوش بوتون بتاع الستوب اهو، بيبقى بوش بوتون بيجيبه بوش بوتون نقطه مقفوله، بوش بوتون نورمال كلوز، وبنحتاج اتنين بوش بوتون، ده بوش بوتون بتاع التوقف، وهنحتاج اتنين بوش بوتون اللي هو بوش بوتون بتاع اليمين اهوت، وده بيكون نورمال اوبن ان او، وبنحتاج بوش بوتون للشمال وده بيكون ان او برضه مفتوح. وبعد كده بنعمل ايه؟ المفروض احنا التوصيلات بتاعتنا هنوصلها كالاتي، بنبدا نخرج من اي فازه من الفازات الثلاثه ار ولا اس ولا تي تمام؟ لان لنغذي المجموعه بتاعت الكنترول بتاعتنا تمام؟ بنبدا نخرج ادي فرد اهي كهرباء، اي فرد كهرباء، وبنخرج منها على اول حاجه بنخرج على الاوفرلود، على نقطه مقفوله في الاوفرلود. بعد كده بنخرج من الاوفرلود على البوش بوتون بتاع الستوب. بنخرج من البوش بوتون بتاع الستوب بنتفرع فرعتين. فرعتين سهلين جدا، اول فرع كانك بتوصل دايره عاديه بتاعت دايره ستارت
ستار بتاعت موتور عادي خالص، ما فيش اي مشكله، يعني تشغيل عادي جدا. اللي انا بخش على المفتاح دوت اللي هو بتاع الستارت اللي هو نورمال اوبن، وبعد كده بعمل ايه؟ بخرج منه بنقطه اسمها اللاتشنج اللي احنا عارفينها طبعا المشهوره، اللي هي النقطه المساعده اللي انا بستخدمها الزرار بتاع البوش بوتون ده، عشان لما بسيب ايدي من عليه الزرار ده بيفتح. وهنعرف ازاي برضو في الدايره لو محدش ايه استوعب الكلام ده. بتوصل انت بالطريقه دي، انت لو وصلها كده بعد كده بنعمل حاجه اسمها الانترلوك. الانترلوك اللي انا بدل ما كنت اروح للكويل بتاع اي 1 على طول، بدل ما كنت اروح للكويل بتاع اي 1، لا هدخله على نقطه مقفوله من الكونتاكتور الثاني، وهنعرف ليه. المفروض انا كنت رحت على الكويل اي 1 على طول بتاع نفس الكونتاكتور، لا هدخله حمايه على نقطه مقفوله من الكونتاكتور الثاني، وده هنشوفه ليه، ده اللي هيعمل الانترلوك اللي احنا هنشوفه. بعد كده بنرجع تاني مره اهوت لمين؟ للكويل بتاعنا، ومن الكويل بتاعنا بيطلع A2 للنيوترال على طول، اللي هو السلك الاسود ده هيروح للنيوترال، هنوصله اهوت للنيوترال زي ما انتم شايفين، وبنلحمه فوق كده. احنا وصلنا الدايره الاولانيه عادي جدا، دايره عاديه ما فيش اي مشكله اهي، دايره ستارت عاديه، دايره دايركت اون لاين عاديه اهي، ادي مفتاح. بعد كده واصل على الاوفر لود اهو اول حاجه، بعد كده الستوب، بعد كده الستارت، وبعد كده نقطه مقفوله من الكونتاكتور الثاني، وهنعرف فايدتها ايه. نفس الكلام هنا، من النقطه ديت هنبدا نروح للنقطه اللي هي بوش بوتون دوت، ونبدا نعمل اللاتش بتاعنا اللي احنا عارفينه، اللي احنا بنروح على نقطه مفتوحه تمام، بتساعدنا في عمليه البدء بتاع الحركه للموتور تمام. وبعد كده بنخرج نفس الكلام، بدل ما كنت اروح للكويل ده هنعمل حمايه، هروح للكويل الثاني، هروح ازاي للنقطه، قصدي سوري، نقطه مقفوله على الكونتاكتور الثاني اهي، النقطه دي ان سي دي، وبخرج منها على مين؟ على الكويل بتاعنا، ارجع له ثاني زي ما كان اهوت، ومنه من ايه 1 واي 2 طبعا المفروض يروح للنيوترال، فبلحم هنا في النيوترال زي ما انتم شايفين اهوت. وبكده كده هنخش على عمليه التشغيل. عمليه التشغيل عمليه بسيطه جدا وسهله، استوعبها معايا مفيش اي مشكله خالص. عمليه التشغيل طبعا بيبقى اول حاجه بنرفع المفاتيح ديت، بنخليها مرفوعه لفوق، المفتاح ده والمفتاح ده. لما بنرفع المفتاح ده طبعا ادي انا هعمل اي سلك هيبقى لونه اخضر، معنى كده ان هو معدي فيه كهرباء، عليه كهرباء. اي سلك لونه اخضر عليه كهرباء، عشان تبقى فاهم معايا السلك ده اخضر ليه. طبعا اسلاك زي ما انتم شايفينها، انا استخدمت دايره الكنترول اللي لونها يعني لونها اصفر ده، ولا لونها مش عارف ايه ده تمام، دي عشان الكنترول بتاع الكونتاكتور ده، واللي لونه ازرق ده عشان الكنترول بتاع الكونتاكتور ده. ده الخط المشترك بتاعنا ابيض بيخرج من هنا زي ما انتم شايفين، الاخضر ده معنى كده ان في كهرباء معديه لحد هنا، والعلامه اللي بتطلع دي معنى كده ان يعني للتوضيح يعني ان هي دي عليها كهرباء، المفاتيح دي عليها كهرباء. المفروض طبعا المفتاح ده لما يترفع بيبقى كل السلك الابيض ده بيبدا يخضر زي ما انتم شايفين مرورا عليه كهرباء، وبيبدا يعدي بالنقطه المقفوله ديت، وبما ان النقطه المقفوله ديت مقفوله فبيبدا الكهرباء تعدي كده زي ما انتم شايفين كده لحد ما توصل لهنا. هيلاقي برده ان دي نقطه مقفوله بتاعت النورمال كلوز بتاعت بوش بوتون بتاع الستوب ده، فبيبدا برده يعدي الكهرباء لهنا، هيعدي في النقطه المشتركه، هيكهرب المنطقه ديت، يعني هيبقى فيها كهرباء لحد هنا بالظبط، لحد الحته دي، لان الحته دي ما فيهاش توصيلات بعد كده. وفي نفس الوقت برده في الطرف دوت كده هيعدي لحد هنا ما فيها كهرباء، اللي لحد دلوقتي الكهرباء جاهزه. جاهزه على ايه؟ جاهزه على ان احنا ندوس بايدينا على اليمين ولا على الشمال. لو احنا دوسنا بايدينا على اليمين هيشتغل ناحيه اليمين، لو احنا دوسنا بايدينا على الشمال هيشتغل ناحيه الشمال. طيب نبدا باتجاه اليمين اللي احنا هنروح ندوس على اليمين. هيحصل ايه في التشغيل؟ لو انا دوست كده اهوت على الزرار دوت، هنبص نلاقي البوش بوتون ده في لحظه، الكلام ده اللي انا هشرحه يعني في دقيقه بس بيحصل في لحظه، ان هو البوش بوتون لما انا بدوس، لما انا بدوس عليه البوش بوتون ده بيلمس النقطه دي مع النقطه دي، اول ما بيلمس النقطه دي مع النقطه دي معنى كده ان الكهرباء السلك الاخضر ده هيعدي كهرباء الناحيه الثانيه، فكل ده هيخضر لحد هنا هيخضر اهو، الكلام ده بيحصل في جزء من ثانيه بسيط جدا. بيروح للنقطه مقفوله هنا، بيلاقيها مقفوله بيكمل كهرباء يعدي الناحيه الثانيه اهوت، النقطه ديت مقفوله بيكمل كهرباء يروح الناحيه الثانيه على السلك الازرق ده كده اهو، وتبص تلاقي الكهرباء وصلت لحد الكويل بتاع الكونتاكتور كي 1 ده، خلاص كده كده الكويل بقى عليه 220 فولت على اي 1، وطبعا بما ان اي 2 عليها نيوترال فاذا الكونتاكتور الاولاني هيبدا يبقى عليه كهرباء ويبدا يشتغل. يبدا يشتغل ازاي؟ اهو بيبدا جميع النقط المقفوله فيه بتبقى مفتوحه والمفتوحه بتبقى مقفوله. اللي حصل النقطه كانت اهي الحته دي تاني نعادها تاني اهي، هندوس تاني اهي كده اهو، جميع النقط اللي كانت مقفوله فتحت والمفتوحه قفلت. طيب النقطه ان او دي اللي كانت مفتوحه قفلت، معنى كده ان الكهرباء هتسمح بمرور كهرباء برضو بالتوازي مع هنا، يعني الكهرباء كانت معديه اهي كده اهي، وفي نفس الوقت هتعدي كده حلو، وال1 وال2 وال3 عدت كهرباء لحد
تي 1 وتي 2 وتي 3 اهوت زي ما انتم شايفين، وهتعدي الكهرباء لحد الاوفرلود، والاوفرلود هيطلع من تي 1 وتي 2 وتي 3 وهتشتغل الكهرباء. طيب النقطه بتاعت اللاتشنج دي استفدنا منها ايه؟ اللي انا طبعا لما انا اشيل ايدي من هنا طبعا في كهرباء كانت معديه من هنا ومن هنا. طب لما انا شلت ايدي من دوت في سوسته هترجع ده كده زي ما كان، فبالتالي الكهرباء هتقطع من هنا الحته ديت، بس هي لاقيه سكه تانية هي ماشيه فيها اهي 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 زي ما انتم شايفين ماشيه كده 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 في السلك الاخضر، بعد كده داخله على الكويل A1، وبالتالي هيفضل شغال على طول حتى لو احنا شلنا ايدينا من هنا بعد البوش بوتون لما رجع وبقى مفتوح تاني زي ما كان. وبالتالي طبعا هي اللي هيحصل ان R وS وT بالترتيب كده زي ما هي R وS وT، هيعدي R وS وT R وS وT، هيخرج منها R وS وT، ودي هتبقى مسؤوله عن ان هي تدور الموتور في اتجاه وليكن الاتجاه بتاع عقارب الساعه، فالموتور يبدا يدور زي ما انتم شايفين كده R وS وT. لو بعد كده العمليه الثانيه اللي انا عايز اعملها، اللي انا عايز اروح ادور شمال، لما ادور شمال مش هينفع اروح ادور شمال كده على طول، لو دوست كده مش مفيش اي حاجه هتحصل، هنشوف ده ليه. قبل كده عشان ادور شمال لازم اروح ادوس على ستوب، لازم اروح ادوس على ستوب، ما تنساش ان الموتور برضو داير في الاتجاه ده، تمام، في اتجاه عقارب الساعه. لو انا دوست على ستوب هيحصل ايه؟ هيفتح النقطه اللي كانت مقفوله دي، هتفتح، فبالتالي كل الكهرباء اللي انتم شايفين معديه هنا الاخضر دي هتيجي لحد هنا وتقف، وكل هنا الاخضر ده خلاص مش هي عليه كهرباء، فهيبيض تاني زي ما انتم شايفين كده، هيرجع ابيض تاني، يعني مش عليه كهرباء خالص، وده هنا مش عليه كهرباء. فلما يكون مش عليه كهرباء يحصل ايه؟ مفيش كهرباء هتعدي لحد هنا اهي، مفيش كهرباء هتمشي هنا، مفيش كهرباء هتمشي كده، فكل اللي انتم شايفين ده يحصل ايه؟ اهو هيبقى تاني معهوش كهرباء، ومعنى كده ان الكويل ده مش عليه كهرباء، وبعد كده هتبص تلاقيه خلاص ال 220 فولت راحت من عليه، وبدا الكونتاكتور ده يرجع تاني زي ما كان. اشيل ايدي من هنا اهو، بصوا تاني الكويل دوت لما انا دوست ستوب عمل ايه؟ رجع تاني زي ما كان كده اهوت، رجعت النقطه المفتوحه اهيت زي ما كان، وجميع النقط ال1 وال2 وال3 ما بقتش تخرج على تي1 وتي2 وتي3، اتفتحت زي ما انتم شايفين السكه، والنقطه المقفوله رجعت مقفوله زي ما كانت، والكهرباء جت لحد هنا ووقفت خلاص، مفيش حاجه، مش عارفه تعدي للكنترول لهنا عشان تشغل الكونتاكتورات. فيحصل ايه؟ طبعا كل الكلام ده في ثانيه، لما انا اشيل ايدي عليه خلاص خلاص كل ده وقف، الكونتاكتور ده وقف، معنى كده الكونتاكتور ده وقف، الموتور برده مش هيكمل شغل خلاص. انا هشيل ايدي، لما بشيل ايدي طبعا معنى كده ان النقطه ديت بترجع تاني مقفوله زي ما كانت، لما بشيل ايدي النقطه بترجع مقفوله زي ما كانت، وبعد كده تبص تلاقي الكهرباء برده مرت كده ورجعت تاني زي ما كنا الاول، مستنيه اوردر مننا او مستنيه طلب مننا ان احنا ندوس يا يمين يا شمال مره ثانيه، يا يمين يا شمال، هتيجي تدوس هنا هنا مفتوحه، هنيجي ندوس هنا هنا مفتوحه، نختار اللي احنا المره دي هندوس على الشمال، اهو الكونتاكتور ده بتاع الشمال بتاع اليسار اللي هو عكس الاتجاه بتاع عقارب الساعه، هدوس عليه بقى اهوت المره دي اهوت، بدات النقطه المفتوحه قفلت زي ما انتم شايفين، طبعا زي ما احنا عارفين وتعودنا ان الكهرباء تعدي كده في الحته ديت اهوت، بدات السلكه دي تخضرت وعدت ال 220 فولت، فضلت معديه ماشيه كده في الاتجاه بتاع المسار الاخضر ده، لقت النقطه دي مقفوله في وشها، يعني هتعدي الكهرباء عادي، هتكمل هتوصل لحد الكويل بتاع كي 2، فالكويل هيبدا يبقى عليه كهرباء، وطبعا بما انه موصل على نيوترال فمعنى كده الكونتاكتور هيبدا يلقط ويشتغل، وطبعا لما يلقط ويشتغل جميع النقط المفتوحه هتبقى مقفوله والمقفوله هتبقى مفتوحه اهي، معنى كده هتبص تلاقي الكهرباء مرت كده، الازرق مر في مكانه هو هو مفيش اي مشكله، اما الاحمر كان الاول بيجي كده اهوت، كان بيجي على الفازه دي، كان بيجي هنا، هتبص تلاقي الاحمر بقى هنا اهو عكس بقى على الفازه الثانيه، بعد ما كان بيجي هنا بقى على الفازه الثانيه، والاصفر كان بيجي في النص، هتبص تلاقي الاصفر عن طريق الكونتاكتور ده بقى يجي في الاخر، معنى كده ان احنا قلبنا الفازتين، يعني هنا هيخرج بنفس الطريقه كده. طبعا عمليه التشغيل هنا كملت اهي، هشيل ايدي طبعا زي ما انتم عارفين، طبعا البوش بوتون ده هيرجع تاني زي ما كان، هنا هيخرج بعد هنا كان مخرج على الاحمر والاصفر والازرق بترتيب ار واس وتي، لا المره دي الازرق زي ما هو تي، بس بدل ما كان الاحمر ار والاصفر اس، لا اتعكس بقى الاصفر اس بقى الاحمر اس والاصفر ار اهو زي ما انتم شايفين اهوت، ده هيتسبب ان الموتور هيدور في عكس الاتجاه الناحيه الثانيه اهو، عكس اتجاه عقارب الساعه، عكس اتجاه عقارب الساعه. طيب هنا بقى عايزين نعرف ايه لازمه النقطه المقفوله دي، ايه لازمه النقطه المقفوله دي، لازمه النقطه المقفوله دي حاجه اسمها الانترلوك الكهربي،
الانترلوك الكهربي يعني شايفين الموتور ده بيدور في عكس في اتجاه اللي احنا عايزينه دوت، بيدور في اتجاه عكس عقارب الساعه. فتعالى انا دلوقتي اهو انا دايس على البوش بوتون دوت وخلاص دي الدايره اللي شغاله. تعالى بقى انا كده اروح جاي يعني عامل نفسي مش عارف، اروح جاي دايس على البوش بوتون بتاع اليمين اهو، وخد بالك الشمال هو اللي شغال. تعالى اجي ادوس على البوش بوتون اليمين شوفوا ايه اللي هيحصل. لما انا اجي ادوس على البوش بوتون بتاع اليمين خد بالك النقطه المقفوله دي هي الاهم عامل في الموضوع دوت، النقطه المقفوله دي والنقطه المقفوله دي. اجي ادوس اهوت هيبدا النقطه دي تلقط، والكهرباء كده كده معديه هنا، هتيجي تمشي كهرباء هتخلي السلك ده يخضر يعني هتوصل كهرباء لحد النقطه دي، وتيجي بقى هنا عند الحته بتاعه النقطه المقفوله. بما ان الكونتاكتور ده شغال، فالنقطه المقفوله فيه بقت مفتوحه، والنقطه المفتوحه اللي هنا بقت مقفوله. طب النقطه المقفوله ديت لما بقت مفتوحه حصل ايه؟ جيت انا دوست هنا جت ماشيه ماشيه ماشيه، انا جت هنا ما لقيتش حاجه تعدي فيها خالص، هتفضل واقفه مهما دوست، عمال ادوس يمين ادوس يمين ولا هيحصل حاجه للموتور، مش هيتحرك مش هيقلب الاتجاه بتاعه، شيل ايدك هيحصل ايه؟ البوش بوتون هيرجع تاني زي ما كان، الكهرباء مش هتبقى موجوده في الاتجاه الاخضر ده اللي فوق، وخلاص هتفضل كهرباء. دوست تاني دوست تالت دوست 20 مره، الانترلوك هو دوت وظيفته. النقطه المقفوله هنا لما الكونتاكتور ده بيشد بتفتح، فبتفتح السكه على الكونتاكتور التاني، بتفتح السكه على الكنترول بتاع التاني، فبتخلي التاني تجبر التاني ان هو ما يخشش ابدا، الا بقى لو انت طبعا يعني ايه عملت حركه ظريفه يعني كده ورحت جاي ايه دايس بمفك كده، وده غلط طبعا، اكبر غلط يا جماعه ان حد يدوس بمفك على كونتاكتورات وهي شغاله. يعني لما يلاقي كونتاكتورين يروح جاي دايس مجرب كده يقول لك الكونتاكتور فيه عطل، ادوس بمفك كده اشوفه بيلقط ولا لا. غلط غلط جدا غلط جدا، وبسبب في مشاكل كتير جدا. مع الانترلوك دوت بنعمل حاجه اسمها انترلوك كهربي، وده ميكانيكي مع الانترلوك الكهربي، وده حمايه تانية برضو عشان خاطر ما حدش يلعب بمفكات ويدوس على الكونتاكتور. دي دايره القوه بتاعتنا اللي بعض الناس اللي بتطلب رسومات كهربيه هندسيه، ده شكل الرسمه بتاعتنا هي اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت. هنرجع تاني اهو، دي الدايره بتاعتنا اهي خالص. حاجه نسيت اقول فيها معلش كده، انا نسيت اتكلم فيها، احنا طبعا عشان نوقف الموتور ده تاني ونشتغل يمين محتاجين ان احنا ندوس بوش بوتون على البوش بوتون بتاع الستوب ده تاني مره تانية ونشتغل يمين. يعني معنى كده اللي انا عايز كل اتجاه لازم اشتغل عليه لازم ادوس ستوب قبل منه. في دوائر تانية بعد كده يا جماعه عشان ما حدش يقول لي اسلك الدايره دي هي غلط ومش غلط، لا الدايره دي مبدئيا كده، في بعد كده دوائر تانية ممكن ادوس يمين وشمال فقط على طول ورا بعض، يعني لو دوست شمال تمشي شمال، لو دوست يمين تغير اتجاه تخليها يمين، تمام، من غير ستوب. في دوائر بعد كده ممكن تضاف ليها تاني، بتضاف ليها ليميت سويتش. الحاجات دي الدايره دي بالذات بتستخدم في الصناعه كتير جدا، يعني موتور بيتحرك يمين على سير او حاجه زي كده يمين شمال، فمثلا بنستخدم الدايره دي، لا تحط عليها اضافات كتيره جدا، بس دي الدايره الاولى في يعني اول دايره ليها في الاساس بتاعنا بتاع العكس الاتجاه، تمام. الاوفرلود طبعا لو حصل ايه، طبعا زي ما انتم شايفين كده اهوت خط اخضر خط اخضر خط اخضر، الاوفرلود ده لو حصل اوفرلود هنا في المنطقه دي، الجهاز ده حس ان في اوفرلود زي ما انتم عارفين، النقطه المقفوله اللي هنا دي هتفتح، فبالتالي مش هتخرج كهرباء من كل المنطقه دي، تبقى ما فيهاش كهرباء لحد هناك، بس هتبقى فيها كهرباء يعني هنا كهرباء لحد هنا فقط، ولحد ما الاوفرلود ده يروح. الاوفرلود ده طبعا بيبقى بسبب ارتفاع التيار يا جماعه، في دروس عندك ممكن تقدر تشوفها قبل كده برضو موجوده في القناه، تقدر تشوفها ترجع لها، هتساعدك كتير جدا في فهم الموضوع دوت. نيجي لموضوع الرسم الهندسي بتاعنا اهو، الدايره زي ما شايفين ادي دايره القوه عباره عن قاطع ثلاثي، بعد كده الكونتاكتور الاولاني والكونتاكتور الثاني، ادي الكونتاكتور الاولاني اهوت واصل كده طبيعي خالص رايح للموتور، بعد كده في اوفرلود هنا. الكونتاكتور الثاني باخد الخط الازرق وادخله على الكونتاكتور وبطلعه في نفس الاتجاه، اما الاصفر والاحمر بعكسهم، يعني الاحمر هيخش على الاصفر والاصفر هيخش على الاحمر. وما تنساش يا جماعه لازم كونتاكتور من الكونتاكتورين يبقى شغال فقط مش الكونتاكتورين، عشان ما يجيش واحد يقول لي ازاي مدخل احمر على اصفر، هقول لك لا في واحد بس هو اللي لازم يشتغل. لازم ركز يا جماعه، الناس تسمع الدرس كويس والنبي. بعد كده دي دايره القوه زي ما احنا قلنا، او دايره الباور، الدايره اللي بيعدي فيها التيار اللي رايح للموتور نفسه، عشان كده بيسموها دايره القوه او دايره الباور. بعد كده يا جماعه دايره الكنترول بسيطه جدا، باخد من اي فازه من الفازات بتاعتنا، الدايره دي شكلها اهي، اول حاجه قطع احادي زي ما انتم شايفين اهو قطع احادي، بعد كده الاوفرلود تمام في سكتنا، بعد كده البوش بوتون بتاع الستوب، بعد كده التفريعه اللي رايحه للكونتاكتور الاولاني، اهي المجموعه دي كده اللي انا بشاور عليها دي كده، منها كمان جزء بالتوازي معاها رايحه للكونتاكتور الثاني، ودوت كي 1 وكي 2، يعني انا كي 1 اهو باخد منه نقطه مقفوله هنا
وده كاتنين باخد منه نقطه مقفوله هنا، وده اللي اسمه الالكتريك انترلوك او الانترلوك الكهربي، اللي انا باخد من كل كونتاكتور في الاتجاه الثاني نقطه مقفوله. تمام، هنا ايه الشكل ده كده؟ ده شكل الانترلوك الميكانيكي. الانترلوك الميكانيكي يعني ازاي؟ بجيب الكونتاكتورين كده زي ما انتم شايفين كده اهو، وبيبقى في جزء كده في النص، يبقى في جزء في النص بيتحط بينهم، بيلزقهم هما الاثنين في بعض، بحيث ان الكونتاكتور ده لو شد ده ما يشدش ابدا، حتى لو خد اوردر كهرباء ما يشدش ابدا، غير لما يعني انت بتدي له اوردر كهرباء واحد بيشد بس فقط. تيجي انت بقى تروح هو ده شادد، رحت انت جاي وهو شادد، رحت جاي في الكونتاكتور الثاني قعدت تلعب بمفك فيه، مش هيشد خالص مهما عملت، مش هيشد. ان شاء الله يا جماعه ده درس، اول درس يعني بخصوص دائرة عكس الحركه. يعني تقدر تضيف زي ما قلت لك اضافات كتيره قوي على الموضوع ده، تقدر تضيف ليميت سويتش، تقدر تضيف اي حاجات ممكن اشرحها فيما بعد في دروس جايه ان شاء الله. ما تنسوش يا جماعه تعملوا اشتراك يعني في القناه لو مش مشترك يعني، واهم حاجه زرار الجرس يا جماعه، زرار الجرس عشان يوصل اي اشعار بفيديو جديد للمشتركين، يوصل لهم الفيديوهات ديت، ولايك لو عجبك الفيديو، وتعليق لو عندك اي تعليق يعني موجود اكتبه عندك. معلش يا جماعه برضو بعتذر للناس كلها اللي انا بتاخر، وفي بعض الناس مش قادر اعمل لها طلباتها، والوقت عندي صعب جدا والله، انا بحاول قدر الامكان يعني اجهز كل الطلبات لكل الناس، بس كله انا يعني بدونه عندي وهينزل يعني باذن الله يعني، بس بياخد مني شويه وقت، واعذروني يا جماعه سامحوني معلش. كان معاكم مهندس رجب نصر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.